السلام عليكم أستاذ سيف أقشمار في كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ديبارتمون ديال اللغة الإنجليزية. يعني غادي بالنسبة لا كونفيرونس اللي حضرنا فيها في هذا الصباح في المدرسة العليا للأساتذة، يعني تناولت مواضيع عدة كلها صبات في ما هو تعليمي تعلمي، ما هو ثقافي وما يؤثر في التعلمات ديال الطلبة، وما هو لساني وما يؤثر في تطور اللغة وتعلم اللغة الإنجليزية. يعني المداخلات ديال هذا الصباح كانوا مداخلات مستوى أكاديمي عالي، كان تفاعل ديال الطلبة والأساتذة الباحثين المشاركين. تناول الموضوع ديال التطور المهني وكيفاش غادي نديروا، يعني يتطور الأستاذ مهنيا. ايضا تناول الموضوع ديال الترانسفير دي كومبيتونس، يعني تمرير المهارات من يعني مهارات اللي هي براغماتيه ومهارات لغويه من متعلم ديال اللغه الانجليزيه، يعني من العربيه الانجليزيه او من الامازيغيه الانجليزيه والعكس. بالنسبه للمداخله اللي غتكون عندي انا غدا ان شاء الله غتكون يعني تدور حول موضوع كومبريهنسيبل انبوت اللي نقدروا نشرحوا يعني بدك يعني ما نتعلموه بطريقه طبيعيه، يعني والتاثير ديالو في ما نتعلموه بطريقه اكاديميه او بطريقه ديال يعني ما هو تعلمي وما هو دراسي. المداخله ديالي بالنسبه لليوم الغد من هذه الدول الدوليه غتدور حول هذا الموضوع وكيفاش نديروا نستافدوا. كما كنعرفوا كاملين هذا يعني العصر التكنولوجيا، كيفاش غادي التكنولوجيا كتاثرنا في التعلمات ديال الطلبه. يعني الطالب ما كيجيش عندك لا كلاس ولا لونيفرسيتي ولا ما عارف حتى شي حاجه، بالعكس دابا بالسوشيال ميديا راه كيجي عارف بزاف ديال الاشياء. حنا غادي نخدموا على كيفاش نديروا نستغلوا هذوك التعلمات اللي كيجي بهم الطالب باش نوظفوهم في التعلمات اللي غادي ياخذهم يعني فيما هو اكاديمي. وشكرا.